صباح الخير مشاهدينا. أخبار اليوم التي نقوم باستعراضها ما هي إلا نتاج لأفعالنا بخيرها من خلال التزامنا بالإجراءات والقوانين، وبشرها من خلال تهاون واستهتار البعض منا. بعزم إن شاء الله وبالإرادة القوية سنواصل دائما من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: ولي العهد تعزيز التنسيق الدفاعي والعسكري مع الولايات المتحدة، 3.2 مليار دولار استثمارات بحرينية في مصر، هيئة تنظيم الاتصالات أول مؤسسة بحرينية تنال على جائزة التميز المؤسسي، ومع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها: وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء وتشكيل مجلس وزارة الداخلية، ارتفاع مفزع لإصابات فيروس كورونا بين المواطنين، تسجيل 702 إصابة يوم أمس في رقم قياسي، العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية في طريق التكامل. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نقرأ: التربية 2% الأمية في مملكة البحرين. نقل صحيفة الأيام أن وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال بن أحمد كشف عن أن مشروع مبنى المسافرين الجديد لمطار البحرين أصبح جاهزاً وينتظر تحديد موعد الافتتاح، مبيناً أنه سيتم هدم الجزء الشرقي من المطار الحالي قريباً. نشر صحيفة الأيام أن السفير البحريني في مصر هشام الجودر كشف أن الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعاً، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. ومن ذات الصحيفة نطالع أن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة بدأت في إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق للثامن من شهر سبتمبر، لفتت صحيفة الوطن أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أكد أن جهود مملكة البحرين الكبيرة والمثمرة في مجال محو الأمية مكنتها من خفض نسبة الأمية لديها إلى حوالي 2% بحسب تقرير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو. بيّنت صحيفة الوطن أن رئيس المجلس البلدي الجنوبي بدر التميمي قال إن المجلس سيقوم قريباً بعقد اجتماع مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة المتعلقة بتخصيص الساحة المقابلة لأستاذ البحرين الوطني لعربات الطعام المتنقلة. صحصحة الضمائر الوطنية عنوان مقال في صحيفة الوطن للكاتبة منى المضوع، فإلى سطور هذا المقال: مملكة البحرين من أكثر الدول التي لفتت الأنظار خلال بداية أزمة كورونا، وقد حققت إنجازات عدة على كافة المستويات، وكانت هناك خصوصية للتجربة البحرينية وتميز لافت وبنفس الوقت، ورغم كل الجهود التي بذلت وأمام عمل البعض بشكل متواصل ليل نهار وحرمانهم من رؤية عائلاتهم
والتزامهم التام، هناك فئة للأسف لا تزال تستهين ولا تتقيد بأي إجراء. فهناك من عوض إغلاق المطاعم والأماكن العامة بالتجمعات المنزلية والاستراحات والمنتجعات وبرك السباحة مع أهله وأصدقائه، وهناك من ينقصه الوعي ويستهين بمخاطر كورونا، وكل هذه التصرفات تقع في خانة عدم التحلي بالمسؤولية الوطنية. يحتاج البعض إلى صحصحة ضمائرهم الوطنية أمام نسف جهود العاملين في الصفوف الأمامية وعدم تقديرها وجر المجتمع إلى خانة تضاعف عدد الحالات بدلا من التقدم وتصفيرها. فلا يعقل أن يدفع المواطن الملتزم ثمن استهتار المواطن غير الملتزم. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قام بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان للوقوف على العمل في تجهيز الأراضي المخصصة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي. أظهرت صحيفة أخبار الخليج أن الإحصائيات الرسمية للفترة ما بين الأول من شهر مايو والسابع من شهر سبتمبر الحالي، الحالات القائمة المسجلة لفيروس كورونا أظهرت ارتفاعا حادا لعدد حالات المواطنين مقابل عدد من الحالات للوافدين. وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن تسجيل 702 حالة لحالات قائمة جديدة. نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب هشام الزياني والذي جاء بعنوان إجراءات أكثر احترازية، فإلى المقال. لولا ما حدث من استهتار من قبل البعض في أكثر من مناسبة مرت علينا لكان الوضع الصحي بالبحرين على أفضل حال وفي انخفاض كبير للإصابات ومن دون إغلاق للاقتصاد بشكل شامل كما فعلت دول كبرى. غير أن هناك من لم يعبأ أبدا بإجراءات الدولة وفريق البحرين الذي يبذل جهودا كبيرة جدا من أجل تجاوز عنق الزجاجة فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا. الجهود الكبيرة والميزانيات التي وضعت ستذهب أدراج الرياح إن لم يكن هناك وعي مجتمعي وإن لم تكن هناك إجراءات أكثر صرامة من قبل الدولة لوقف الاستهتار. فإن لم يكن البعض متسلحا بالوعي فينبغي للدولة أن تفرض الإجراءات الصحية المناسبة لوقف أي استهتار. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الصباح. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.